سنات رزق شخص ايوه ضبط الشماغ. يا هلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من العاب بوكس. عندنا صندوق ارسلوا لنا اياه سكوير انكس، هذا حق كينغدم هارتس 3، شكله مشوه للاسف. شركه الشحن ما حطت اي حطت لصقات يعني تقشع الكرتون للاسف. بس ما كنا يعني ما كنا نبغى نفوت عليكم شكل البوكس، شلون نحطوا استكرات عالم كينغدم هارتس 3 اللي هي عندك توي بوكس حق توي ستوري ومونستروبوليس حق مونسترز انك، وعندك سان فرانسوكيو حق بيج هيرو 6. اها وانا من اول احاول اتذكر فاللي هنا 100 ايكر وودز حق ويني ذا بو، وبعدين برضو الجهه الثانيه ارندل حق فروزن، واولمبس حق هيركليز هرقل هذا الوحيد. بعدين عندنا كينغدم اوف كورونا حقت تانجلد اللي شعرها طويل. اوكي اللي تنزل من القلعة. ايوه شعرها. اوكي بعدين عندك ذا كاربيان من افلام بايرتس اوف ذا كاربيان، جاك سبايرو سبايرو هذا شيء ثاني بالله. هذا جاك سبايرو، هذه نسخه الاعلاميه على فكره. نوت فور سيل مكتوب حتى. لا يضحك عليكم يروح يدف لك ويقول لك ميكي ماوس. ميكي ماوس طلعناه من قبره. هذا حق ديزني حق ديزني مو حق كينغدم هارت. لا حق ديزني انا حق كينغدم هارت رهيب لانه يكون مع الكي بلايد. اي استهبال. طيب عطى في نسخه اللعبه طبعا على بي اس 4 تبغى ما عرفت عندي الحين. هذا يويو حق مونسترز انك. في ناس يسوون فيها حركات يويو ثاني يعني ما يحتاجون. طب نضارب اليويوز. قبل هل بس في هل تعلم قصيره؟ ايوه. هل تعلم انه هذا اول ما اخترعوه كان مخترعينه انه سلاح في فيتنام؟ بالله شوف الاستهبال. جات معك فقرة هل تعلم؟ والله جد ما ادري كيف يستخدمونه كسلاح. لان كذا يمسكونه زي كذا يعطونها. سكوربيون انت. هذه يويوز حقت مونسترز انك. اللي بعده ما ادري هذا مين هو. هذا واحد من الهارتلس. هارتلس يعني ما عنده بس هذا كي تشين لها تحطها مع الفاتي. واحد ثاني. انا شوف اصبر. اوكي. شوف شكله. ايش هذا اللي؟ هذا الموز اللي. بعدين عندنا بنس، سورا، والبط، والكلب المشاكس. ما اعرف اساميهم. يمكن سورا يمكن جبتها صح؟ سورا اسمه؟ سورا يعني اللي 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 المفروض ما تعرفه سورا عرفته. دونالد درانك. ما ادري عنه شك مع ترامب. دونالد درانك اسمه. وكوفي. فلين رايدر. طب كم؟ ديد اور الايف كم طيب لو جبته؟ هذا في تانجلد موجود. باسبور لكيندم هارت. باسبور. ايش فيه؟ ايش فيه؟ باسبورت حق سورا. كذا رامين الناس. شيل عادي مو مهتم فيه. لوكيشن وورلد وايد. شوف نيم سورا. جيم كينغدم هارت 3. طيب عندنا هنا عروض ما ادري ليش معطيني اياها بس. ديزني وورلد هي ولا مو ديزني؟ هذه مو صدقيه. حق توي ستوري. هذه على اساس انه كانها دعايه العاب في توي ستوري. اوكي حلو حاطينها كذا يعني كان شعور هذا. عندنا هنا كتيب دفتر والله مو كالندر تاريخ اي كالندر لا تقويم. حتى عربي عندك مشكلة. كله يتلفق يا احمد. يعني بكره لما تشوف التاريخ كم وفين الطل؟ في التقويم. يعني معناه تاريخ؟ اي صدقني. صدقني انا الصح. اوكي هم يصححوا لي بعدين. طيب هنا التقويم حقهم. والله يناير. طيب عندنا يناير، بعدين ديسمبر فروزن، بعدين مارش على عيد ميلادي توي ستوري. ابريل. جون. والله كيوت. وبعدين لما توصل نص السنة الثانية تقلبها لأنه كل واحدة جهة. نص الأول من السنة في جهة، نص الثاني في جهة ثانية. هذه والله حلوة. هذه مرة حلوة. هذه مرة جيدة. هذه برضو خذ كل الأغراض بس أعطيني هذه بعد. من رغم إني ما لعبت اللعبة بس بفشخ أحمد كذا بيطري. كنت
نعم غير من الكرتون بس بحط بشويش عشان لا حد يزعل من حقهم كندم هارت بس. فحاول أكون طيب قدر المستطاع معكم. لوحة فنية. إيش يسمونها هذه اللوحة؟ هذا الشكل الآخر. لوحة ثلاثية الأبعاد. أوكي. كيف تغير؟ بس اللي متعود عليه دائما اللي زي كذا تتحرك تلاقي حركة ثانية يسوي هذا ما في. لا في أنواع كذا في أنواع لا ما في حركة. والله بس كذا انه الشكل 3D طيب والله جميل جميل جدا انه شيء كيندم هارتس مع اللعبه ينفع العب البرو ولا الاسوال المهمه ينفع لا مو ينفع يعني لازم يعني زي بعض الالعاب زي بعض الالعاب انصح تلعب على يعني افضل على البرو اوكي عشان تقدر تجيب فريمات يعني تكون ثابته اوكي بيوتيفول نايس طيب هذه والله كانت نسخه الاعلاميين للكيندم هارتس يعطيكم العافية سكوير إنكس. طيب إذا عجبكم الفيديو سووا لايك وسبسكرايب ودق الجرس جنب السبسكرايب عشان تجيكم تنبيهات وشير إفريوير ونشوفكم على خير. سلام. مع السلامة.